صدارة المركز الأول والقيادة المركز الأول ومن تقود هذه الأسماء المتقدمة مع هذه المسيرة الناجحة مع هذا المسار الرائع والمميز ما شاء الله. هنالك التحديات من الشايب محمد بسالم بن خلفان المنصوري على المركز الأول، هو على مقدمة وقيادة هذا الشوط المميز، بينما المركز الثاني الشاهينية محمد بن منصور بن بدحان الهاجري مع المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، اليمامة 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 يا بن منانة ما شاء الله، اسم كبير واسم أيضا اسم خيل واسم إنجاز واسم تاريخ. روح يا بن جبر والقلب داعي لك ما شاء الله، شعار الرموز بدأ ينضم إلى المراكز المتقدمة على ظهر اليمامة محمد ويمع بن محمد بن جبر المهيري مع التحديات ومع الإثارة. والمركز الرابع الدخول الكبير من مزنة الخير فرحة أو فرحان بن علي بن مصلح الأحبابي، يا مرحبا يا فرحان، أفرحك الله على هذه المزون الرائعة والمميزة وفي يوم من أيام المزون والتحديات. بينما الريف يا سلام الريف وهالي الريف وهالي محوت وهالي أيضا الوسطى مع هذه التحديات، هذا الوصول الكبير الحميدي بسالم بن حمود العمري الواصل أبو سلطان مع التقدمات ومع ريح مع ريف التحديات والإثارة. بينما هنالك المراقبة مطلوبة يا سلام على هذا الاسم الكبير لإنجازاتها وارشيفها الذهبي الذي يشفع لها بالتأهيل وبالترشيح بالفوز والانتصار. هنالك الوصول من قبل مشكورة سعيد بن ثاني بن ضحية الكتبي الواصل هو المنطلق مع سادس الأسماء، ويا له من اسم سابع ويا له من شعار سابع، يا لها من أسماء ويا لها من إثارة. إنها ليوة، يا مرحبا بليوة، يا مرحبا بمدينة الجمال والدلال، هذه ليوة بالمنطقة الغربية. مبارك بن مطر بن محمد بن حويرب المنصوري ما شاء الله الواصل مع ليوة. بينما هنالك الجهة الأخرى وما تحمله لنا التحديات اليازي راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي مع المركز الآن الثامن والمركز التاسع، الوصول من شديدة ويا شد شديدة مع التقدمات سعيد بن علي بن محمد الهاملي، وعلى المركز الخامس آخر الأسماء المذاعة في هذا النداء الرائع والمميز ما شاء الله. هنالك التحديات ضمن هذه الأسماء الداخلة بقوة مع الإثارة، هنالك التحدي مع مشغلة 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 سلالة هملولية واضحة محمد بن غانم بن حمود الظاهري بن حمودة الواصل المنطلق ما شاء الله. روح يا أبو حمودة روح مع التحديات يا أبو غانم، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، ومع التحديات مع الإثارة ومع القوة مع السيطرة ومع الإبداع مع التحدي ومع الإثارة. الشايبة الشايبة محمد بن سالم بن خلفان المنصوري عز الله أنها في شبابها، عز الله أنها في شبابها، ولكن اسما وحبا وتقديرا لاسم الشايبة والتاريخ يتحدث. الخمسة الكيلومترات ما تبقى، الثلاثة نغادر ونطوي صفحة ونفتح أخرى. هذه هي الاسم المركز الثاني قادمة بكل قوة الشهنية محمد بن منصور بن بدحان الهاجري الواصل مع المركز الثاني والمركز الثالث. القدوم يا أخوي القدوم من مزنة، يا سلام يا سلام، فرحان بن علي بن مصلح الحبابي الواصل والمنطلق مع المركز الثالث، وعينه على السيارة وعينه على الزعفران، يستاهل يستاهل الناموس. يا سلامي عليك يا الحبابي، ولكن الوصول الوصول من الزاوية الأخرى الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من شعار واسم كبير، صاحبة الإبداع وصاحبة العوائد. هذه هي تصل، هذه هي تصل تحمل اسم كبير. الريف 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 يا ريف الصباح يا ريف النواميس، غرد وسلم وسلم على راعي النواميس. هذه هي الريف الحميدي بسالم بن حمود العمري ما شاء الله. أهالي السيل أهالي اليوبة أهالي حج يطالبونك، وأهالي محوت يطالبونك بالسلام كما عودتهم دائما وأبدا. هذه هي الريف 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 الجميلة تغادر وتنتقل الآن إلى المركز الثاني، بينما المركز الخامس هنالك أو المركز الرابع والقدوم والتحدي والإثارة
يا سلام يا سلام يا سلام. ليوا 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 الغربية تناديك المنصوري لوضع السلامات على ظهر هذه الليوا وعلى اسم ليوا. ما شاء الله هذه هي الليوا. سلام يا المنصوري سلام، سلام يا أبو حويرب، سلامي عليك يا أبو حويرب، كفو على هذا الاسم الكبير. يا سلام، من منا يجهل لواء؟ من منا يجهل تاريخ لواء؟ وهذه هي لواء الثانية، وهذه هي لواء الأمورة المنطلقة بهذه التقدمات الواضحة وعينها على السيارة. لواء بن حويرب المنصوري والخدوم أيضا هنالك من جديدة، سعيد بن علي بن محمد الهام لي مع المركز الآن السادس، السادس وسابعا الوصول من اليازي، اليازي راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخ يواصل مع على ظهر اليازي، وهنالك أيضا الوصول الكبير من قبل مشكور سعيد بن ثاني بن حي الاكتبي، والوصول ايضا من قبل ما شاء الله اليمامة جابر بن محمد بن جبر المهيري. يا سلامي عليك يا المهيري، كفو يا بن منانة، كفو كفو ما شاء الله. ولكن ارى شعار قادم، ارى اسم قادم، وارى شعارات قادمة، ارى الاسماء القادمة الملاحقة الملاحقة، نشلة نشلة نشلة. يا مرحبا بنشلة ويا مرحبا بهذا الشعار القادم بكل قوة. تحية صباحية يا العين، صباح الخير يا المسعودي، صباح الخير يا الخبيصي. هذه الاسماء الواصلة والمحافظة المحلقة والباحثة عن النجوم، الباحثة عن الذهب، الباحثة عن السيارة. ابدعي وابدعي وتقدمي يا نشلة النواميس. سالم بن مظفر بن خموشه العامري، الله يا ابو مظفر، الله يا ابو غنيم، تقدم تقدم مع هذا الاسم، مع اسم نشلة. القدوم من الزاوية الاخرى وما تحمله لنا ايضا من مفاجآت قادمة. هنالك تحقيق، هنالك بنت الباز مسفر بن عبد الله بن عيسى المسفري الواصل للسند. يا سلام على الضيوف الكرام، هكذا القوة وإلا فلا. التحديات مشعار بغانم محمد بغانم بن حمودة الظاهري الواصل، وهنالك هملولة مع أيضا محمد بن راشد بن حمد الملامقة الهاجري الواصل والمنطلق أيضا ضمن الأسماء المنطلقة ضمن التحديات ضمن الإثارة ضمن الفوز والانتصار. الله الله، عود يا أخوي، عود إلى الناموس، عودك الله إلى الجنان السبع. يا الله يا الله، انطلق 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 هنالك القوة، القوة مع مزنة، مع مزنة ومع التحديات ومع الشاهينية. أين الناموس يذهب؟ لازلنا لازلنا يا إخواني، لازلنا ما شاء الله نقترب من الانعطاف ما قبل النهائي، الانعطاف ما قبل النهائي، والتحليق لازال مزنة الخير مع مزون، مع الأحبابي، مع الأحبابي، الأحبابي يا الأحبابي، الأحبابي يا الأحبابي ما شاء الله مزنة. فرحان بن علي بن مصلح الاحبابي مع المركز الان الاول والسيطره والقياده، بينما هنالك الشاهنيه محمد بن منصور بن بدحان الهاجري مع المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث هنالك الريف الحميدي بسالب الحمود العمري الواصل مع المركز الثالث، وفي المركز الرابع يا له من اسم كبير لواء مبارك بن محمد بن حوير بن المنصوري مع المركز الرابع والمركز خامس. أرى قدوم وأرى شعار خادم بكل قوة ما شاء الله، وملاحق الأسماء ومحلق مع مشغلة، مع مشغلة والتحديات محمد بن غانم بن حمود الظاهري. ويا سلام يا سلام، تحركت اليمامة، تحرك بن جبر جمع بن محمد بن جبر المهيري ما شاء الله قادم بكل قوة، وأيضا هنالك نشلة سالم بن مظفر أيضا بن خموشة العامري، العامري الله 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 الله، عوده الى الناموس، عوده الى الذهب، عوده الى التهاني، عوده الى الزعفران. يا ايتها الروائح الجميله، على ظهر من؟ على راس من؟ على غارب من؟ ايهما الاولى او الثانيه او الثالثه؟ الله 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 الله، المركز الاول هو الصداره والقوه، التحدي والاثاره، الفوز والناموس مع مزنه النواميس. لا زالت مزنه، لا زالت مزنه مسيطره، قائده، محلقه، تقود لها من الاسماء، تقود لها 24 اسما لامعا محلقا في هذا الشوط ما شاء الله. هذه هي مزنة. فرحان بن علي بن مصلح الحبابي، غرد يا الحبابي، ابتسم يا الحبابي، هنيالك على هذه القيادة. ولكن الخطورة يا أخوي ما في أمان. أوه يا البقمي، وصل البقمي، وصل البقمي راعي النواميس مع شموخ صقر بن فالح بن سوقان البقمي القادم بكل قوة. أبناء السعودية، أبناء الخليج قادمين ومحلقين
المتفوقين إلى المراكز الأولى المتقدمة، المركز الثاني والقدوم الكبير أيضا من الوطن. يا حب الوطن سالم بن عبد الله بن مطلق الغفلي الواصل وهملوله ايضا محمد بن راشد الهاجري مع المركز بسلامه، سلام يا بسلامه، سلام سلام التحديات، سلام سلام النواميس، سلام مع المركز الان الثالث. وفي المركز الرابع شعار بن جبر مع بن منانه والدخول، شعار بالضعيف مع منصة، منصة النواميس، سالم الضعيف بن غدير الاكتبي الواصل والمحلق مع التحديات. ابدع وتقدم الى الامام، سر الى الخير، الطابور يستعد الى الانصراف الى الناموس، الى الناموس تقدم. وشموخ والأسماء والتحديات، الله 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 الله، الشموخ 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 مع البقمي، البقمي ما شاء الله يغرد يغرد مع المراكز المتقدمة. وهذه القيادة والسيطرة، 600 متر النهائية، السيارة يا بن سلامة يا بن سلامة يا بن سلامة يا بن سلامة، خذ السلام يا بن سلامة، روح يا ابو راشد روح، محمد بن راشد بن حمد الهاجري مع هملولة، سلامي عليك يا بن سلامة. والمركز الثاني القدوم مع منصة، سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي ايضا اسم كبير مع المركز الثالث، ونادي كشموخ صقر بن فالح البقمي. اين الناموس يذهب؟ اين الناموس؟ يبدو انها لقطر، يبدو انها لقطر، يبدو انها للشحانيه. يا سلام يا سلام بسلامه، سلام ابو راشد، سلام سلام التحدي، سلام سلام محمد بن راشد بسلامه الهاجري والناموس. هذه هي خط النهايه، ترحب بهذه الاسماء المشتعله، الاسماء الناريه المميزة. هنالك محمد بن راشد بن حامد بن سلامة الهجري مع هملولة، المركز الثاني هنالك منصة، سالم الضعيف بن غدير الكتبي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث أيها الأخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شموخ صقر بن فالح البقمي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع أيها الأخوة الكرام هنالك الوصول بنت الباز مسفر بن عبد الله المسيفي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس التماس، المركز الخامس، المركز الخامس التماس علي بن حليس العفاري مع المركز الخامس. أو الدخول هنالك من مشغله لمحمد بن غانم بن حمودة الظهري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، 12 30 أربعة أجزاء من الثواني ما شاء الله. روح يا بن سلامة روح، هملولة محمد بن راشد بن حمد الهاجري. والمركز الثاني 12 31 جزءا واحدا من الثواني، التهاني والنواميس مع منصة، عز الله انها كفت ووفت، السلام يا منصة، السلام سالم الضعيف بن غدير الكتبي. المركز الثالث الوصول 12 32 واربعة اجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز، على فوز شموخ وصقر بن فالح البقمي، تهانينا والناموس.